يثاب على فعل الخير ويعاقب على فعل الشر، لأنه فعله بإرادته ومشيئته، ولو كان مجبرا فإنه لا يعاقب. كيف يعاقب على شيء ليس له فيه رأي وليس فيه مشيئة ولا إرادة؟ ولذلك الله جل وعلا لا يؤاخذ المجنون الذي ليس له إرادة، ولا يؤاخذ المكره الذي ليس له اختيار، ولا يؤاخذ النائم الذي ليس عنده فكر وعقل، ما يؤاخذ. رفع القلم عن ثلاثة: الصغير حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. لماذا؟ لأن هؤلاء ليس لهم إرادة ولا مشيئة.